بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده، هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنتكلم فيها ونرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايز اتكلم فيها، طبعا هناك انقلاب. عايز اقول لك ان جماهير الزمالك منقلبه على مجلس اداره الزمالك بعد الخسائر المتتاليه والانهيار الشديد على مستوى كل الالعاب داخل جدران القلعه البيضاء، لدرجه ان الصفحات بتتريق على رد فعل وبيانات رئيس نادي الزمالك. بعض الصفحات قال لك دلوقتي حسين لبيب هيطلع يرننا بيان يقول لك في الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر وخلاص، ونطلع نقول له اضرب يا لبيب واضرب يا جده واضرب يا مش عارف مين وخلاص، والموضوع هيتلم والناس هتنسى الزمالك كسر من الاهلي والاهلي كسب الزمالك، الناس هتنسى بكلمتين حلوين في بيانات حسين لبيب المنمقه وهننسى. سانتي ده واحد من اكبر افراد السوشيال ميديا في نادي الزمالك، ده اللي بيقول لهم يمين يمين شمال شمال نص نص باصي باصي شوت شوت، ده المدير الفني بتاعهم، ده المعلم بتاعهم. سانتي قال لك سيدات الاهلي تفوز على الزمالك 3-0 وتحتفظ بالبطوله رقم 40 والزمالك 0، مش عشان المباراه دي، سقوط مروع للزمالك في العاب الصالات وفشل كبير لهشام نصر ومجلس الاداره، سياسه بالحب اتجمعنا دائما ما تكون فاسده. الكل مش عاجبه اداره نادي الزمالك، الكل منقلب على إدارة نادي الزمالك بسبب الأخطاء في الإدارة، بسبب النتائج الأخيرة. لكن قناة الزمالك عايشة في عالم آخر. يعني الأهلي قبل كده يا جماعة لما كسب الزمالك في اليد طلعت نيرة الأحمر قالت لك مش مهم القادم بتاعنا، لما الأهلي كسب الزمالك في السلة قالت لك مش مهم يا زمالك اطمنوا، أيتها الجماهير العريضة اطمنوا وما تقلقوش الزمالك بخير والزمالك قادم، الزمالك قادم، يخسروا في الطايرة ما تقلقوش الزمالك قادم، كل الامور زي الفل. قناة الزمالك امبارح بعد ما الزمالك خسر في الاستوديو التحليلي، طبعا كانت القناة نقلة مباراة الاهلي والزمالك، قال لك ما تقلقوش يا زملكاوية، احنا عندنا فرصة نعوض في الكاس ان شاء الله، ما تقلقوش لا تقلقوا، كاس مصر دي يعني هنحاول فيها ان احنا نعوض فيها. بالمناسبة في أي مكان في الدنيا، في أي بلد، في أي لعبة، الكاس ده بطولة اللي هم الأندية التعبانة. بجد والله الكاس ده بطولة الأندية التعبانة. تعبانة زي إيه؟ اللي هو فرقة عايزة تكسب بطولة ممكن تشد حيلها ماتشين ثلاثة وتكسب بطولة. لكن الدوري ده النفس الطويل، الدوري ده دوري النفس الطويل. في ماتش الكاس هو ماتش واحد مش ثلاثة، انا رزعتك بيست اوف 3 او بلاي اوف، انما انت هتلعبني ماتش يتيم يا صابت يا خابت. فازاي انتوا بالعقليه بتاعتكم دي عايز تساوي ما بين بطوله دوري تساويها ببطوله كاس مصر؟ ولكن هي العقليات كده والناس ما عاجبها كده، والناس طيبين قوي قوي قوي. من ضمن توابع زلزال النادي الاهلي ميلكا لوبيسكا. البت دي لو مش بتلعب في فرق السيدات تحس ان هي راجل، لا قوية جدا، مش راجل لان هي المواصفات الذكورية، لكن راجل كقوة راجل، ضرب ايه وقوة ايه ما شاء الله. نادي الزمالك بيقرر تسريح اللاعبات المحترفات مع نهاية عقودهم. ميلكا لوبيسكا اللاعبة البرازيلية اللي بتقبض بالدولار، واللي نادي الزمالك خاف يعيد لما سمعوا ان هي جايه النادي الاهلي وهتوقع للنادي الاهلي، جريوا جري وقعوا معاها بالرقم اللي هي عايزاه. النتيجه والمحصله صفر. فنادي الزمالك قال لك لا احنا مفيش فلوس. فلوس مفيش فلوس. وطالما احنا بنلعب بلاعبات ومدينهم عقود قد كده ومش قادرين يكسبوا يبقى نوفر الفلوس. خلي اللعبه دي تبقى لعبه للاعضاء فقط. اللاعبات المميزات من اعضاء نادي الزمالك نجيبهم نلعبهم، نعمل لهم عقود تبقى في الحنين، يعني في السفيف اناناس، يعني نعمل عقد ب 100,000 200,000 زي ما الاهلي بيعمل. لكن العقود الخرافيه بتاعت الخمس بنات اللي جم من الاهلي اللي اديناهم كل واحده 1,200,000 ده هبل،
ده هبل اداري انك تدي البنت 1,200,000 في لعبه ما بتدخلش جنيه، وفي النهايه ام 200,000 اللي في النادي الاهلي بتاخد 200,000 كسبت اللي بتاخد 6 اضعافها، فمالهاش لازمه. احنا نادي مش لاقي ياكل، مجازا نادي الزمالك مش لاقي ياكل، الزمالك مديون لطوب الارض، فهروح ادفع فلوسي بدل ما ادفعها في كره القدم اللي بترفع راسي، مجازا برضو اروح ادفعها للبنات. فيا جماعه لا، من السنه الجايه لا ملكة لوبيسكا ولا ملكة تاليسكا، هي ماشيه ماشي خلاص. طب بقيه البنات اللي عقدها يخلص مشيها، ما تجددش ليها، مش ناقصين، واللي هتجدد تجدد بالسعر اللي احنا هنحطه اللي هو 100,000-150,000-200,000 بالكتير. فاشربوا يا فتيات الذهب الفالصو اللي بعتوا النادي الاهلي عشان خاطر الفلوس. محمد عبد المنصف اوسا قال جمله مهمه جدا، قال لك اي لاعب في النادي الاهلي مهما كان مستواه بياخد بطوله، ومش بطولة واحدة، ده بطولة واثنين وثلاثة واربعة. وانا لو كنت لعبت في النادي الاهلي كان زماني عديت عصام الحضري. طبعا بعيدا انه يعدي عصام الحضري ولا ما يعديش، انا مش هنا ان عشان ده ادافع عن عصام الحضري، ولكن عايز اوري لك قيمة النادي الاهلي. الاهلي هو اللي بيصنع النجوم، الاهلي هو اللي بيكبر اي حد، الاهلي هو اللي عمل عصام الحضري، والاهلي هو اللي عمل الشناوي، والاهلي هو اللي بيعمل دلوقتي مصطفى شوبير. محمد عبد المنصف قال لك انا كنت بشيل ستات وسبعات واربعات وتلاتات وخمسات لان كنت بلعب في الزمالك، لكن لو كنت بلعب مع فرقه الاهلي ما كنتش شلت السبعات. لو كان الحضري هو اللي بيلعب مكاني كان زمان هو اللي شال ستات. فهنا بيوري لك قد ايه النادي الاهلي عظيم. قد ايه النادي الاهلي بيعمل لعيبه وبيعمل تاريخ لاي حد. وبيعمل تاريخ لاي حد. زيزو نجم كبير يا جماعه، بجد والله لعيب كبير، لعيب محترم، لكن مش ما يوصلش لدرجه الاسطوره، لكنه لعيب كبير. زيزو كان على علاقه طيبه جدا وقويه جدا برحمه الله عليه محمد مدحت اللي هو المعد البدني لنادي الزمالك. خروجاتهم كلها مع بعض وسفرياتهم مع بعض، وكان علاقة صداقة تصل لدرجة الأخوة. مع وفاة محمد مدحت وكان مرتبط جدا بيه أحمد سيد زيزو، زيزو في حالة نفسية صعبة جدا، ويمكن يكون النهاردة خارج الفورمة بتاعته الذهنية والبدنية. زيزو لوحظ من عدد من صحفيين نادي الزمالك في التمرينات وهو بيبكي، بيبكي على صديقه محمد مدحت رحمة الله عليه، ربنا يغفر له. واتمنى ان زيزو يركز في مستقبله ويركز في حياته المهنيه. الفيفا مستنيين ماتش الاهلي وتيبي مازيمبي لتحديد الفريق الرابع اللي هيشارك في كاس العالم للانديه 2025. خلاص الاهلي ضمن بصفته بطل النسخه الاخيره، الوداد ضمن بصفته بطل النسخه قبل الاخيره، ماميلودي سان داونز ضمن حتى لو ما كسبش البطولة دي، هو ضمن لأنه أفضل تصنيف بعد الأهلي والوداد. مباراة الأهلي ومازيمبي، الأهلي في ورطة بسبب الفيفا. ليه الأهلي في ورطة بسبب الفيفا؟ لأن يا جماعة مازيمبي هيموتوا نفسهم عشان يكسبوا. الحل الوحيد لمازيمبي عشان يلعب كأس عالم أندية إنه يتأهل على حساب النادي الأهلي. هيزيد في التصنيف نقاط، الترجي الناحيه الثانيه يخسر من سان داونز، يبقى مازيمبي يصعد كاس عالم انديه الموسم القادم. عشان كده النادي الاهلي المباراه هتكون صعبه وصعبه جدا. مويس كاتومبي الفرصه دي مش هتتكرر له تاني، الملياردير الكونغولي مويس كاتومبي صديق صدوق للحكام الفاسدين الفجره، الفرصه لن تكرر تاني. عشان كده هيحاول بكل ما اوتي من قوة انه يصعد على حساب النادي الاهلي. باليمين شغال، بشمال الشمال شغال، بلعبنا شغال، بدفع الرشاوة للحكام من تحت الترابيزة شغال، بأي شكل من الاشكال هيحاول مويس كاتومبي الملياردير الكونغولي انه يأهل فرقته للمباراة القادمة
بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا وورطة للنادي الأهلي. لما اتصاب محمود حمدي الونش طلعنا كلنا كأهلاوية قلنا ألف سلامة يا ونش والسلامات يا ونش. لما اتصاب إمام عاشور أول مرة في ركبته في ماتش الإسماعيلي في برج العرب، طلع جمهور الزمالك كانوا فرحانين وشمتانين في إمام عاشور، وأحدهم قال لك يا رب تتقطع ويا رب رباط صليبي ويا رب ويا رب ويا رب. لما إمام عاشور اتصاب تاني خلع في الكتف، طلع جمهور الزمالك برضو فرحان شمتان، أو بعض منهم مش هقول كلهم، والبعض برضو التريا وقال لك يلا ياكش تتشل زي مؤمن زكريا. لما اتصاب أحد لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة برضو جمهور النادي الأهلي بيدعي له ربنا يشفيه. حسين الشحات اتصاب في ماتش سيمبا التنزاني بكسر أو شرخ في أسفل العين، جمهور الزمالك شمتان أو بعض من جماهير الزمالك شمتانة وبيقول لك ده ذنب الشيبي. أنا مش مستغرب بجد والله، مش مستغرب يعني، أنا مش مستغرب الجمهور اللي يستعدي على لاعب مصري بالإسرائيليين، فأنا مش مستغرب منهم أي حاجة يعني، أنا مش مستغرب منهم أي حاجة يعني. ممكن مثلا لعيب من النادي الأهلي مثلا يكون له موقف مثلا مع أشقائنا الفلسطينيين فيطلع يتصاب بعد كده، فتلاقي مشجع موتور يطلع يقول لك ده ذنب الإسرائيليين. والله العظيم ما هستغربها. اللي يخلي بعض الصفحات وبعض الزملكاوية على السوشيال ميديا يستعدوا ضد محمد مجدي قفشة ويعملوا منش لإسرائيل تتحدث بالعربية وللمتحدث الرسمي الإسرائيلي اللي هو أفريقاي أدروعي، أنا مش مستعجب ولا مستغرب من اللي بيحصل ده. في بعض البشر هم أجسام بشر ولكن بعقول، مش عايز أقول حيوانات، لا مش هقول عقول حيوانات لأن الحيوان ما عندوش عقل، لكن تصرفات غير آدمية. اوعى اوعى كرة القدم توجهك لانك تكون بهيمة، اوعى. كرة القدم للترفيه، كرة القدم للمتعة، مش عايزينها توصلنا الى ان احنا نتخطى مرحلة البهيمية. اعزكم الله. عايز تحفل على الاهلي حفل براحتك، عايز تفرح في الاهلي افرح براحتك، لكن الشماتة في اصابة او في مرض انت بتتخطى مرحلة الانسانية الى مرحلة أسفل من البهيمية. يعني تخيل أنت كده تبقى البهيمة بتفهم عنك، تبقى البهيمة عندها إحساس عنك. عايز أقول مواجهات نادي الزمالك هذا الموسم في كل الألعاب. تخيل عزيزي، هل تعلم الفقرة بتاعت الإذاعة المدرسية، هل تعلم الموسم ده الزمالك لعب الأهلي 21 مباراة في كل الألعاب، حتى في البلي، حتى في البلي 21 مباراة. تخيل كده الأهلي كسب كام والزمالك كسب كام. الأهلي كسب 18 مباراة من 21، يعني لو عملناها نسبة وتناسب الزمالك 15% والأهلي 85%، يعني ضاد جيم جيم، ضعيف جدا جدا، والأهلي امتياز. الأهلي لعب الزمالك 4 مرات في كرة السلة، كسبهم كلهم النادي الأهلي مقابل انتصار واحد لنادي الزمالك، 4-1. كرة القدم انتصار واحد لأنها كانت مباراة واحدة. في كرة اليد الأهلي كسب 7 انتصارات رجال وسيدات مقابل انتصار واحد لنادي الزمالك. في كرة الطائرة 6 انتصارات للأهلي مقابل انتصار واحد لسيدات الزمالك. 21 مباراة ما تعرفش تكسب منهم غير 3 ماتشات، ما تجيش بعد كده وتقول القطب الثاني للكرة المصرية وقطبي الكرة المصرية. لا، هي الكرة المصرية عاملة زي قطر المونوريل كده، قطب واحد، قطب واحد هو اللي شايل الكرة المصرية والرياضة المصرية، اسمه النادي الأهلي يا ولد. اسمه ايه بيه؟ النادي الأهلي يا ولد. يا الزمالك، الزمالك زيه زي الإسماعيلي، زيه زي باقي الأندية، مفيش حاجة اسمها قطبي الكرة المصرية. انت بتحلم، انت بتهزي،
ومعرفش ليه الاعلام لازم احشر اسم الزمالك في جمله مفيده مع النادي الاهلي. عارف انت يعني انت عندك ولدين، واحد ناجح ورافع راسك واخد بالك ومخليك قدام الناس ماشي يا حلوه يا بلحه يا مقمعه، شرفت اخواتك الاربعه، ماشي رافع راسك في السما كلها، وابنك التاني ساقط ابتدائيه، فتيجي انت عشان تراضي الواد الصغير كل ما حد يقول لك مبروك يقول لك ربنا يبارك لك يا رب، ولاد الاثنين مشرفين، ولاد الاثنين رافعين راسي. يا ابني رافعين راسك فين؟ ده واحد يعني عمال حرامي بيسقط كل سنه، والتاني اللي رافع راسك وبينجح وبيتالق وبيتفوق. لا لا لا، بس هما ولاد الاثنين فلذا تكابدي. لا الاثنين شاطرين، واحد شاطر في المدرسه والتاني شاطر في السقوط. فالاثنين رافعين راس الحمد لله، الاثنين عاملين لي سمعه، واحد عامل سمعه طيبه والتاني عامل سمعه برضو مش طيبه، بس الاثنين ولادي. ما ينفعش اقول ان واحد شاطر والتاني خايف، اكثر بنفسه. هكذا يتعامل الاعلام مع الاهلي وباقي الانديه. لازم وانا بتكلم عن نجاحات النادي الاهلي، اللي مثلا عصام الشوالي قال لك لا يوجد نادي في افريقيا قام بما قام به النادي الاهلي. قال لك ما فيش نادي في افريقيا قدر يوصل لنص النهائي 20 مره في دوري الابطال. قال لك لولا الاهلي لتفوق الجميع، الاهلي هو الوحيد اللي متفوق في افريقيا. فما ينفعش تيجي تقول وانت بتتكلم عن الاهلي متفوق في افريقيا ان الزمالك قطبي الكره المصريه والزمالك متالق يا جماعه والزمالك حلو، ويا حلوه يا بلحه يا مقمعه، شرفت اخواتك الاربعه. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا. استنى كل ارائكم وتعليقاتكم اكيد. شكرا لكم.